صلاح طبعا لعب 4 مباريات جاب هدفين، تريزيجيه 4 مباريات جاب هدف واحد، وليد سليمان لعب 3 مباريات كبديل طبعا. كبديل طبعا. فتريزيجيه جاب جون وصنع جون. تمام. بالنسبه لمعدل المحاولات على المرمى، محمد صلاح اكتر واحد عامل 3 محاولات كل 90 دقيقه، يعني 3 في 4 ب 12 محاوله. تمام. معدل المحاولات ماشي. دقه التمريرات نيجي نلاقي ان تريزيجيه اعلى واحد فيهم في دقه التمريرات 75%. معدل المراوغات الناجحه تريزيجيه هو الافضل. بيعمل 3.8 يعني 4 مراوغات في المباراه الواحده. لكن يعني صلاح بيروح على الجون اكتر، تريزيجيه هو اللي ايه بيصنع فرص اكتر وبيعمل مراوغات ناجحه اكتر. هنبص نلاقي ان تريزيجيه صنع فرص اكتر 7 فرص، لكن محمد صلاح كان عامل 5 فرص. فاز بالتحام ثنائي كل 90 دقيقه، هنلاقي ان محمد صلاح ما كسبش غير 3 التحامات بس. تريزيجيه كسب 8، وليد سليمان كسب 1. طيب الارقام دي معناها ايه؟ هل هو معناها ان محمد صلاح بكل امانه، يعني محمد صلاح كان فيه نوع من الفرديه شويه في ادائه، ان هو بيروح عايز هو اللي يجيب الجون، فبدليل ان معدل محاولاته هو الاكبر. هو الاكبر عنده سنه فرديه شويه، ان هو عايز هو اللي يخلص الجون. عشان كده معدل صناعته للفرص كان قليل، 3 فرص بس في 4 مباريات. على عكس تريزيجيه، تريزيجيه الفينش بتاعه ما كانش حلو، واحنا شفنا الكورتين اللي ضيعهم امبارح، لكن على مستوى صناعه الفرص كان اكتر، وصناعه المعدل المراوغات الناجحه اكتر. وده طيب. برضو بيأكد ان تريزيجيه محتاج، يعني هو عنده الحل الفردي حلو قوي، ولكن محتاج يطور الفينش. حلو جدا. انا هاخد بقى عبد الله سعيد وعمرو ورده وبعد كده هاخد عمرو رمضان صبحي وكهربا وصالح جمعه، وهنقول ليه.